نبحث أكثر في هذه القضية مع ضيفي عبر الهاتف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح. أهلا بك معاليك. أريد أن أبدأ من السؤال الذي طرحه زميلي في نهاية التقرير، كم من شمسة ومنوى وعليا ينتظرون إنقاذهم من الشارع، وما هي خطط الوزارة للقضاء على تسخير الأطفال للتسول؟ مساء الخير أخت لانا، وأسعد الله مساء المشاهدين أيضا. اليوم هذه أول قضية وتسجل تحت تهمة الإتجار بالبشر. كان في السابق التعامل مع موضوع التسول ضمن بند قانون العقوبات، لكن مجريات هذه القضية والتفاصيل اللي حصلنا عليها أدت إنه تكون تحت تجريم الإتجار بالبشر، وقامت وحدة الإتجار بالبشر في الأمن العام وحماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية بتحريك قضية باتجاه المتورطين اللي تبين هم الأب والوالدة والعم. طبعا القضاء سيكون الفاصل في هذا الموضوع بالتفاصيل. عودة إلى سؤالك أخت لانا، نأمل أنه ما يكون هناك حالات كثيرة مثل الطفلات، لأنه بالفعل معناته هذا مؤشر خطير جدا. لكن إحنا من أول قضية وقعت وحصلنا على تفاصيلها رفعنا الإنذار المبكر بهذا الموضوع، ولن نغلق هذا الملف نهائيا، وسنستمر بهذا الموضوع، وسيتم تحويل من هو متورط في عملية الإتجار بالبشر، لأن الخوف أن تتوسع أكثر من ذلك. نعم، وسيكون دائما لنا متابعة معكم في الوزارة. لكن كيف هي حالة الطفلات الثلاثة الصحية والنفسية؟ أين يتواجدن الآن؟ وما هي الرعاية التي تحيط بهن؟ ومستقبلا ما هو مصيرهن؟ أخلانا اليوم موجودين في الحفظ والصون في دار إيواء لوزارة التنمية الاجتماعية، وطبعا حسب الفئة العمرية. إحدى الفتيات كانت تعاني من مرض بالأسنان، تم تحويلها إلى المركز الصحي وعلاجها، والآن تتلقى الرعاية. أما البنتين الآخرين فهم بصحة جيدة نفسية ومعنوية وأيضا طبية. تبين أنهم أميين، بدأنا بعملية دروس لهم لمحو الأمية، ومستمرين بهذا الموضوع بنشاطات أيضا، وسيتم تفعيل نشاطات مع منظمات المجتمع المدني مع مركز الإيواء ليكون هناك قيمة مضافة لهذه الفتيات وتأهيتهم عند خروجهم من مراكز الإيواء. كما تعلمين فترة التوقيف هي 180 يوم، سيتم وجودهم بالحفظ والصون بطرفنا، وأنا شخصيا متابع بشكل يومي وأسبوعي على وضع الفتيات. نعم، جهود مباركة معاليك. آخر سؤال فيما يتعلق بعائلة الطفلات، قلت العم والأب والوالدة هم متورطون في قضية الاتجار بالبشر، ما المصير الذي ينتظرهم بحسب توقعاتكم؟ أخت لانا، قانون الاتجار بالبشر أقر مؤخرا، وهناك عقوبة مالية وعقوبة سجن. طبعا القضاء هو اللي سيمارس التكييف القضية وإصدار العقوبة المناسبة بحقهم، لأنه يجب أن ننظر أنه هدول الفتيات كان يجب أن يكونوا إما في بيت وإما في المدرسة وإما مع أصدقائهم باللعب، ليسوا بالشارع، وخصوصا في فترات الليل وساعات الفجر، بسبب تسول وبسبب الشحنة لمبالغ مالية كان يتقاسمها الأب والعم والأم أيضا. نعم، وزير التنمية الاجتماعية أيمن مفلح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.